المشكل اللي عندي مع راجلي، كيتكرفس عليا وكيضربني باي بغى، قلت لي غير باغا شي حاجه ما نلبسها، ولا باغا غير نخرج، ولا باغا غير شي حاجه ما ناكلها، ولا باغا غير الدواء، ولا شي حاجه كيشدني برك كيتكرفس عليا. خدام خدام شايفور ديال الطاكسي هو، انا كتبت به واحد شكايه ودفعتها للدرك الملكي، ولكن ما داروا لي حتى شي حاجه. ثلاثه الوليدات مريضه، هي راه مريضه، راه معاد يبدا السل هي والوليدات. دابا راه الوليد مقطوع عليه الدم، ما كيشربش الدم. دابا هذا السيد انا عطيته بنتي باقا صغيره، يلا عندها 15 عام، وملي عطيتها ليه ولدت معاه ثلاثه الاولاد. كل نهار كيعنفها، كل نهار كيضربها، كل نهار كيعنفها، كل نهار كيضربها. الساعه اللي كتغضب كيجيب الناس كيعورطوا بها، كيوليو يديوها. دابا هذا من قرب العيد كان هو مرض بداء السل وقطع الدواء، ملي قطع الدواء رجع عنده باش ياخذ الدواء، قالوا ليه تدير لنا واحد التحليله، مشى دار واحد التحليله جابها، قالوا ليه مازال خاصك العلاج. ولا من تصابوا الوليدات وتصابت هيايا، مشاو عند الطبيب خدينا لهم الدواء، وهداك بداو متابعين العلاج. ملي قرب العيد قال لي، قالت لي انا راه يديا مرضو خاصني نداويهم. ها قالت لي راه خاصني نداوي يديا، قال لها لا ما تخرجيش من الدار. بقات هي معانفه هي وياه، ضابها هنايا، زرق لها عينها، سمعت مولغا وتهبطت، قطعوا لها شعرها. ملي قطعوا لها شعرها وضربوها وداك الشيء، هربات هربات عندي للدار. قلنا صافي ما كاين مشكل كما العاده، دابا يتفشوا مع بعضياتهم، عندنا ثلاثه الوليدات بلا ما نبقاو نديروا معاهم ثاني في المحاكم. نهار الثلاث لحق عليها حتى للدار، حيت حنا قراب في السكن، لحق عليها حتى للدار. انا كنت غايبه خدامه، الساعه اللي وصل عليها للدار تما كاين هي زعما هلكها عصا، لدرجه توسلت للناس، ما خلات ما دارت، كتبوس لي من الرجلين ديالهم، كتقول لي ما انا مزوقه فيك، الا ما قديتوش تفكوني عيطوا لي للدارك الملكي، وعيطوا لي لومبليونس باش جيت تنقذني. اللي حتى صافي محطها امو، كتقول لي ما انا عديت 3 المليون في الجيب ديالي نعطيها عليه، كتقول لي طحنها حتى تحس بالنفس، ما بقاتش تطلع وتهبط، عاد طلقها. فعلا دار داك الشيء اللي قالت لي امو. جيت انا من العمل حيت انا كنخرج نخدم في الفلاحه، لقيتها بحال ما هكاك، هبطت درت بها واحد السفارتيكا، دفعتها هنايا للمحكمه، دفعونا للدرك الملكي. الدرك الملكي ما داروا معنا حتى شي حاجه، سير جي سير جي سير جي بلاتي، حنا هكا حنا هكا حنا هكا اليوم هبطنا هنا ثاني. قال لك سير، وحنا بلاتي راه حنا متبعاك معاكم الاجراءات. بنتي راه ما عندهاش الولد ديالها الدواء، ما كيشربش دابا الدواء، راه حابس من الدواء. السيد راه مصاب، كيسوق طاكسي، خطير على الناس اللي كيدي معاه ويجي. دابا حنا كنتوصلوا للمحكمه ولوجوهكم، الا عندنا شي حق ناخذوه من هاد السيد باش يبقاو ضايعين هاد الاولاد، اللهم يموتوا هنا قدام المحكمه. هادشي راه منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. يهز الاولاد والصير، وبنتي تاخذ منه حقها ديال الضرب، طلق ويهز الاولاد والصير.